ليكي ليكي تعي فرجيكي شو جبت. بنتي انت مجنونه شي، كيف قدرتي تشتري هي الساعه؟ من بطاقه الصراف تبع ابي. انت جنيتي على الاخر، بلكي عرف ابوكي هالساعه حقها 10000 دولار. كيف رح يعرف اذا هو لهلا ما تفقد قديش في مصاري بالبطاقه؟ لهيك ما رح يحس. كمان بما انه كان اشترى لي هذا الخاتم، انا كمان لازم اشتري له هديه. هيلا وين رايحة؟ هاتي القلبة من ايدك. ساعتي شو عم تعملي انتي؟ هاي الساعة لإلي، هاي حرامية اطلبوا لها الشرطة. شو عم بتخبصي انتي الحرامية واحكي معي بأدب؟ ليش عم نتهمك؟ انتي سرقتيها من الجزدان، اصلا من وقت فتنا نظراتك ما عجبتني. انتي وحدة سراقة يا لو بنت. سمحتي انا ماني سراقة. بعدي عندي شوي لو سمحتوا. اي هدوء هاد. لو سمحتي روحي خذها على المكتب فورا. بعد عني وترك ايدي لا تلمسني. يا انسي لا تخليني اضطر اتصل بالشرطه، شفت كل شيء على الكاميرا. يلا خدها. يعني ما رح تتصل بالشرطه؟ رح اشتكي عليها لان سرقتني وهجمت علي كمان. طيب رجاء قعدي شوي خلينا نحكي. مو معقول شو هالناس هدول عم بنسرق بنص المطعم. شو بدنا نعمل معك؟ ليك الشيء الوحيد يلي ما بقدر اتحمله هو السرقه. مين انت؟ شكلك ما بيشبه الحراميه. انت مريضه شيء؟ عندك مرض السرقه؟ لاني مريضه ولا حراميه. ايه شو لك؟ ليش مديتي ايديك وسرقتي الساعه؟ انا ما سرقت شيء ابدا، لقيت العلبه واقعه وشلتها. إذا كان عندك أي أضرار بمطعمك احكي مع أختي وهي بتحلها. ليش مين أختك؟ أصلي فارنالي. فارنالي؟ إيه فارنالي. بتعرف مين هنن عائلة فارنالي ما هيك؟ دعي لربك أني بعرفهم، وإلا كنت بلغت عليكي.